صنف كثير من أهل العلم العديد من المصنفات في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أوصي جميع من حضر بالعناية بها والاهتمام بها، لا من حيث البيان ولا من حيث الاستحثاث وشحذ الهمة لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما من حيث البيان ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحوال النبي عليه السلام وأيامه وسننه وشمائله عليه السلام، فمن أشهر ذلك أشهر الكتب في ذلك موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي رضي الله تعالى عنه ورحمه، فهو كتاب عظيم في الإسلام ينبغي أن يكون ذخيرة كل بيت موطأ الإمام مالك، حتى قال الشافعي رحمه الله: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. كذلك الكتب الستة المشهورة، الأمهات الست، صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى ورضي عنه، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وإن رغمت أنوف. وكذلك صحيح الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري رضي الله عنه ورحمه، وكذلك سنن أبي داود السجستاني سليمان بن أشعث رضي الله عنه ورحمه، وكذلك سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة رضي الله عنه ورحمه، وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كتاب عظيم لا بد أن يكون في بيوتنا ولنا فيها النصيب. وهناك من جمع السنن وحذف الأسانيد، إن كان هناك من يتعلل بأن الأسانيد قد تكون شاقة عليه وأنه عامي وليس له نظر في الأسانيد، فهناك من أهل العلم من خدمنا وجمع الكتب مجردة من دون أسانيد اختصارا لضعاف الهمم ولعامة الناس، ككتاب جامع الأصول لابن أثير كتاب عظيم، وكتاب مجمع الزوائد للهيثمي كتاب عظيم، وكتاب كنز العمال للهندي كتاب عظيم وفيه فوائد وإن كان فيه أخبار لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب كتب عظيمة، اقرأها واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه كتب البيان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتب التي تغذي الهمة وتكون كالعقار للروح، تشحذ همتك لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظم في قلبك شأن هذا الرجل وتعظم في قلبك التأسي به حتى في دقائق الأمور، فقد صنف العلماء في ذلك كتب عظيمة، من ذلك كتاب السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتاب السنة للخلال وكلها مطبوعة، وكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وكتاب الإبانة لابن بطة الحنبلي عليه رحمة الله عز وجل كتاب عظيم، وكتاب الشريعة للأجري رحمه الله تعالى الشافعي كتاب عظيم، وكتاب الحجة في بيان المحجة للأصبهاني كتاب عظيم ذكر فيه آثار وأخبار عن السلف الصالح في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب التمسك بها، كذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي كتاب عظيم، شرح أصول اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي كتاب عظيم مطبوع في 5 مجلدات تقريبا، ينبغي أيضا أن يقرأ وأن ينظر فيه وينظر ما صنفه أهل العلم في أبواب الاعتصام بالسنة، ككتاب الاعتصام بالسنة في من صحيح البخاري رحمه الله تعالى ذكر فيها جملا عظيمة مما صنف في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في تقريرات الأئمة الأعلام كابن الوضاح